هناك نهضة كاملة شاملة باتجاه جمع مساعدات، جمع تبرعات. بعضهم الآن كان حديثهم الآن لا، احنا لن نتوقف عند ذلك، بل نطالب مثلا الآن السيد ثاني ونطالب المرجعية أن توجه بعد خطاب أقوى من ذلك، فلندافع فلنقاتل فلنذهب إلى لبنان. نحن من خلال متابعتك، هل رأيت أن موضوع التبرعات يتعلق فقط بالمناطق الشيعية؟ لليوم أكو مناطق سنية جاي تتبرع. أنا بصراحة ما شفت مناطق سنية واضحة، بس أتصور مثل ما قال الدكتور، يعني أتصور كل العراقيين متعاطفين مع الـ مع الـ مع شعوبنا. سألني أحدهم قال شفت السيد حسن نصر الله خطية، والموقف يعني حاولوا طبعا الإعلام يصور أنه يعني أنه السيد يعني في لحظات الوحدة وكذا. نعم، قلت لهم السيد حسن نصر الله ابن المعركة وهو مقاتل شرس. نعم. وليست هي المرة الأولى، وأتصور سوف يخرج منتصرا إن شاء الله.